حياكم الله، هذه أبرز الأخبار الثقافية لليوم. تسلم سمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة بالأمس شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة لعام 2024. وقد قدم الشعلة نجم كرة القدم الأسطورة محمد نور الفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري السعودي عام 2009. وفي إطار الجولة الترويجية استمرت الشعلة في جولتها بمحافظة جدة لتزور قلعة عسفان التاريخية، وتناوبت على حمل الشعلة نورة سديري لاعبة الترايثلون الحاصلة على عدة ميداليات رياضية دولية، وشارك في حملها أيضا أبطال رياضيون مثل يعقوب بخوة ولاعبة البادل نجوى سلهب. ومن ثم اتجهت الشعلة إلى جامعة عفة لتواصل رحلتها بأيدي لاعبين بارزين كدانيا سيمباوي والرباع البارالومبي سعيد الهوساوي. الفن الصيني المعاصر لأول مرة في السعودية. هيئة المتاحف تحضر لإطلاق معرض فني بعنوان كتابات اليوم للغد. المعرض سيقام في المتحف السعودي للفن المعاصر ويضم 50 عملاً لأكثر من 30 فناناً صينياً، ويركز المعرض على دور الكتابة والخط في التبادل الثقافي بين الصين والعالم العربي، كما يتناول المعرض موضوعات الحنين والذاكرة في مواجهة الحداثة. الترويج الثقافي للأعمال الحرفية التراثية ونشر ثقافة المملكة إلى العالم هدف تعمل عليه هيئة التراث في مختلف الفعاليات، وآخرها مشاركتها بأسبوع التصميم في باريس. فالفعالية تشمل استعراض فني مستوحى من شباك الصيد التقليدية مما يعكس عمق التراث البحري السعودي، ويقام المعرض في غاليري جوزيف باريس بداية من اليوم ويستمر حتى يوم الاثنين القادم. الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع اتفاقية تعاون مع الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء، وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات وحماية التراث الثقافي ومشاركة الإرث الإنساني المشترك، حيث أن العلا والبتراء تعدان من أبرز المواقع التراثية التاريخية لحضارة الأنباط. وتضمن الاتفاقية أيضاً تعزيز التعليم والمشاركة المجتمعية في مجالات التاريخ، بالإضافة لاستكشاف فرص جديدة متعلقة بالاستراتيجيات المستقبلية.